وأصبحنا بمكان معرضين نحن للحرب الشاملة، وهي نحن عمليا بحرب يعني. نعم. يعني اللي عم بيصير بجنوب الدمار منه تفصيل، يعني هيدي حرب حقيقية. فهل كنا نحن بغنى عن هذا الموضوع؟ هل كنا قادرين نعمل شيء آخر؟ هذا مثل ما قلت لك بنحكي فيه بعد ما ننتهي الحرب، وبيصير في فتح هذا الملف وبنحكي فيه بشكل واضح. أما اليوم بعتقد كمان حزب الله عم بيروح بعيد، وخصوصا ما بعد التهديد بقبرص، والسيد حسن نصر الله غمز من ناحية أنه في قدرة على استجلاب قوى من أفغانستان والعراق واللي هنالك، وأنه هو رفض هذا الشيء، ولكن الرسالة وصلت. هلأ هو يمكن كان عم يوصل رسالة الإسرائيلي، بس كمان ما عدنا شفنا وما انتبه شو الرسالة اللي عم يخدها الداخل، واللي هو الأخطر. شو قريتها؟ لا، أنه اليوم اللبنانيين اللي قاعدين وخايفينين من الحرب وعم بيشوفوا أنه في احتمال، أنه مجرد احتمال توافد يعني مقاتلين من دول محيطة أو من دول أبعد لا 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 يعني على جبهة الجنوب وغيره، بعتقد هذا في تعميق للشرخ وتعميق لا ضرب مفهوم الدولة ومفهوم الوحدة الوطنية. هون هو قال انه نحن عنا اعداد، في البعض منهم عم بيكون مزعوج انه هو ما عم بيشارك بهالجبهة، وعنا اعداد كافية وكتير اكتر من مستوى هذا مفهوم، باطار الحرب النفسية والمزايدة، بس يعني الاعداد حرب الاعداد يعني. بس انا اللي عم اقوله كمان من ناحية اخرى، في عنا الواقع بلبنان اللي هو اساسا منقسم وفي شرخ كتير كبير. طب شو كيف اللبنانيين الآخرين أو المكونات كلياتها عم تنظر بهذا الموضوع، وكيف شايف المستقبل تبعها ومستقبل البلد من بعد هذا الكلام؟ فهيدا بيعزز الخوف، بيعزز الشرخ، وما بيساعد برأيي. ففي عنا مشكل كتير كبير. طب هو ليه دايما الخوف من هيدا الكلام؟ يعني نحن اذا كان عنا يعني؟ لا، ما هو في فكرة انه من 2007 لهلا. طيب صارت 7 أيار، أنت صارت 7 أيار؟ صارت بال 2008، أنت صارت 7 أيار؟ صارت 7 أيار لما نحس حزب الله أنه بنية المقاومة صار مهدد، وصار عم ينضرب على وتر الاتصالات والشبكات وكل ما هو يعني متصل بهذا الموضوع. طيب صار 7 أيار من 2008 لحد هلأ، شو صار بالداخل شيء ينقذ اللبناني من حزب الله؟ 7 أيار، لا عمالك شوي، 7 أيار جرح كتير كبير أكيد، ما بس خلينا نكفي، خلينا نكفي جرح كتير كبير. أوكي، وما وقته هلأ نحكي فيه. أوكي. بهاللحظة تمام، بس هذا موضوع آخر ومختلف، وكان إذا بدك يعني نقطة تحول بنظرة اللبنانيين للمقاومة لموضوع السلاح. بس صح. فخلينا نشيل هذا الموضوع على جنب هلأ. نحن بحالة يعني كتير معقدة، وأنا برجع بشدد أنه أي مقاربة لحزب الله يجب أن تكون فيها يعني تروي كتير، وحزب الله بنفس الوقت لازم يكون عم ينتبه على الوضع الداخلي. يجب أن يكون في اعتبار للمكونات اللبنانية، ماذا كيف ترى مستقبل البلد، لأنه بعدين بس تخلص إن شاء الله هذه المحنة بدنا نرجع نقعد مع بعض وبدنا نبني هذا البلد. أما إذا استمرينا بتعزيز الشرخ، انت فيك تقولي لي كيف ممكن تشوفي مستقبل البلد؟ ففي تعميق لهذا المشكل برأيي، ومصادره الدوله بهالمحل لهالمستوى كثير انا برأيي خطير. والغائب الاكبر بهالمعادله مع الاسف، واللي عم يسمح برأيي بهالموضوع، هو الحكومه الغائبه، تحضر وقت اللي بدها وبتغيب وقت اللي بدها، بملفات بتصير حاضره وبتقدر تعمل المناقصات وكله، بس بوقت لما بنكون احنا عايزين حضور للدوله بموضوع مثل هالموضوع، موضوع مصيري، في حرب، في علاقات، في قرارات كبيره، في علاقات سياسيه، في علاقات مع دول بدها تكون حاضره فيها لتحافظ على المصلحه الوطنيه اللي اليوم غايبه بهالمعادله، منلاقي رئيس مئاتي غير موجود. طيب رح نرجع نحكي بموضوع الحكومة، لأن كمان هوكشتاين التقى مع الرئيس مئاتي وصار كل هيدا الكلام اللي بيحيط فيه. بس أنا سؤالي، هل في خوف من أنه حزب الله يستخدم سلاحه بوجه اللبناني؟ مع أنه نحن سمعنا نائب زميلك
طلع هدد انه نحن عندنا مجموعه كثير كبيره من المسلحين ممكن انه ننزل على الطريق ونكون بواجه حزب الله. طيب الكلام عم بيكون من الجهه المقابله وليس من حزب الله. ما سمعنا ولا مرة حزب الله قال إنه نحن بدنا ننزل نعمل حرب أهلية بالبلد وبدنا ننزل بسلاحنا على الشارع. برجع بقول لك أكيد أكيد موضوع السلاح يجب أن يقارب بحكمة وهدوء وبجدية وبثبات على الموقف. يعني لا مساومة بالنسبة لي أنا شخصيا على مستوى سيادة الدولة وعلى مستوى حصرية قرار سلم الحرب والدولة وبنفس الوقت إيجاد سياسة دفاعية تقنع اللبنانيين اليوم بأنه نحن عم نعمل الحد الأقصى تبعنا بحمايتهم والدفاع عنهم. بس عفوا ما فينا نحن نمشي وراء خطاب أي خطاب الشعب واللي كان أو جر ناس لا يعني تفاعل أو مشاعر أو تحريض أو هذا كتير خطير وخصوصا بهذا اللحظة. أنا بدعي كل العالم اليوم كل القوى السياسية انه نعطي اولويه للوحده الوطنيه والثبات بموقفنا بنفس الوقت اللي بنحكي فيه مباشره بعد ما تنتهي الحرب حتى نقدر نحن نحافظ على هذا البلد والتماسك الادنى اللي موجود. عندنا مشكل كثير كبير اكيد وعندنا انقسام ما حدا عم بيقول لا، بس السؤال دائما اللي بيغيب بالسياسه اللبنانيه السياسه اللبنانيه اجمالا وبالنقاش العام هو الكيف، كيف نحن بدنا ننتقل من هالوضع لوضع افضل. فإذا نحن أي شيء عم نعمله اليوم ممكن يعرقلنا بالمستقبل أو يخلق شرخ زيادة أنا برأيي نتجنبه حتى نقدر نكون قاعدين على طاولة واحدة بس تخلص حرب وبس يجي رئيس مباشرة نذهب إلى يكون الشرط الأساسي البحث بسياسة دفاعية مرجعيتها الدولة وتؤمن بالمقلب الآخر حماية حقيقية لكل اللبنانيين. بس سؤالي سعادتك